الفنانه الجميله فيفا عبده منورانا عبر شاشه فوشيا. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك واهلا بفوشيا، وانا بحبها جدا لان دايما بتغطي اخباري وبتتبعها بكل اخبارها. انت عامله قلق على انستجرام وسناب شات وفيسبوك وبتاع، ايه القلق اللي انت عاملاه ده؟ تقصف جبهات بسم الله ما شاء الله. ما انا عايز اقول لك برضو بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ان انا بتابع من كل انحاء العالم. يعني انا مش ميدل ايست، لان انا كراقصه شرقيه على مستوى العالم طبعا كل الناس بتتابعني ولازم يعرفوا اخباري، فانا خلاص دخلتهم حياتي وكل يوم بقول لهم اخباري. تمام. احنا على طول بقى انستجرام بقى وندي بقى ايه الردود. بسم الله ما شاء الله. بكره عندي برنامج كمان هيتعرض ليا في لبنان، وبعد بكره عندي انا وانا مع صمد ده تلفزيون. طب اسكوب له في وشي بقى، انت رحت دبي 3 ايام ورجعتي، كنت بتعملي في دبي؟ لا دبي رحت كنت بعمل لا كنت بعمل الاقامه، وكنت في قناه الحره هي اللي ودتني. لوك النهارده بقى والحاجات الحلوه كده، محمود غالي الفستان، محمود غالي طبعا اكسسوار ده حاجه عربي اصيله، فانا حبيت البسها النهارده. وبعدين الدنيا برد في بورسعيد، رحت حاطه العبايه برضو بتاعتي ورحت حطها عليا ونزلت ونطرت كمان ما شاء الله، يعني الخير ورايا ورايا.